بسم الله أبو الإبن والروح القدس الإله الواحد أمين. للذي عاوز أكلمكم في موضوع في رأيي مهم، كيف نرى اليهود؟ الفترة اللي فاتت بسبب الحرب فوجئنا بعض المسيحيين نظرتهم لليهود مش نظرة عهد جديد. هشرح الكلام. يعني صدقوا فكرة ده شعب مختار، ده في أرض موعودة، ده ممكن يبقى حقهم. الحقيقة الكلام ده كله ملوش علاقة خالص بالعهد الجديد وبفكر المسيح. تعالوا نشوف الإنجيل بيقول لنا إيه عن اليهود، رغم إن إحنا فاهمين كويس قوي إن ربنا يسوع له المجد من أصل يهودي، محدش ينكر دي، وإن الآباء الأنبياء كلهم كانوا يهود. بس اليهود عملوا إيه في الأنبياء؟ قتلوا الأنبياء، عشان برضو نوزن الأمور صح. إحنا نقدر نميز من اليهود موسى، إيليا، داود، طبعا دول شفعائنا، قديسين كبار. رب المجد يسوع من حسب الجسد، حسب الجسد ابن داود. لكن المسيح موقفه ايه من اليهود؟ وعلمنا في العهد الجديد نبص ازاي؟ ده موضوع مهم، لألا نتلخبط من اللي بيقال في السياسة وناخد نظرة غير نظرتنا، ويعني نمشي في طيارات او تقديرات مش مظبوطة. بداية اول ادعاء، ما زال بيحاول العالم المتأثر بالميديا المدفوعة بشكل او باخر بالسياسة تروج تاني لفكرة شعب مختار او شعب الله. تعالوا نبص الكتاب بيقول ايه بما في كتب اليهود. هي طبعا مش كتب اليهود، يعني اقصد الكتب المشتركه اللي بيننا احنا كمسيحيين واليهود، اللي هي كتب العهد القديم. هل هي بتمجد اليهود؟ لا. تعالوا مثلا بصوا على هوشع 4 بيقول ايه. اسمعوا قول الرب يا بني اسرائيل، ان للرب محاكمه مع سكان الارض، لانه لا امانه ولا احسان ولا معرفه الله في الارض. كلام لمين؟ لبني اسرائيل. لعن وكذب وقتل وسرقه وفسق، يعتنفون ودماء تلحق دماء. يبقى ده كلام واحد منهم، هوشع النبي، ده قبل المسيح بأكثر من 700 سنة. لذلك تنوح الأرض ويذبل كل من يسكن فيها مع حيوان البرية وطيور السماء وأسماك البحر أيضا تنتزع. إذن فكرة شعب الله، لا دي خلصت عند المسيح، انتهت الفكرة دي. هم كانوا شعب مختار بحكم أبونا إبراهيم كان مختارا لأنه آمن، وأقيم منه شعب طول ما كان يعبد الله بأمانة كان لازم يؤمن بيسوع المسيح ابن الله بالحقيقة. لما رفض المسيح رفض من الله. فخلي القاعدة دي أرجوكم مستقرة في ذهنكم، ده مش شعب مختار خالص، ده شعب مرفوض من الله، لأنه هم اللي رفضوا الإيمان بابن الله. وهنوريكم الآيات اللي تأكد الكلام ده. فإذا كل ادعاءات الموعد والمختار والكلام ده مش تبعنا دلوقتي، خلاص ده كلام قديم قوي وخلص لما جه المسيح وقال بيتكم يترك لكم خرابة. بدأت القصة مع ابونا إبراهيم. قبل ابونا إبراهيم ما فيش حاجة اسمها شعب لسه. أجعلك أمة عظيمة، أباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، أبارك مباركيك ولعنك ألعن، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. في نفس الإصحاح يقول له إيه؟ كان الكنعانيون حينئذ في الأرض. طبعا في قضية أخرى تحتاج دراسة طويلة، هل الكنعانيون اللي في الأرض اللي في زمن ابونا إبراهيم هم دول فلسطينيين النهارده ولا لا؟ ومين الاقدم؟ يبقى دول ولا اليهود بعد كده لما دخلوا في زمن يشوع؟ مش قضيتنا الليله دي، لانها قضيه سياسيه في الحقيقه. لكن بتكلم عن منظور مسيحي، منظور ديني، منظور العهد الجديد لليهود. ظهر الرب لابراهيم وقال لنسلك اعطي هذه الارض. يبقى بدايه القصه احبائي ان ابونا ابراهيم لانه مختار يحب ربنا، امن ابراهيم، اخذ وعد بالبركه من نسله ياتي شعب يسكن هذه البلاد. لكن هذا الوعد كان دايما مشروط، خلي بالكم الحتة دي، الوعد كان مشروط. لو عبدوا الله واتقوه تماما وخضعوا للشريعة هيفضلوا مبروكين ويفضلوا مستورين، وامتداد الوعد أن يؤمنوا بالمسيح اللي كل الأنبياء كلموا عنه. لو سابوا ربنا وعبدوا الوثني، وده اللي حصل، ورفضوا المسيح ابن الله، مرفوضين تماما وملعونين. ده كلام الكتاب المقدس، عهد قديم وعهد جديد. لما كان ابراهيم ابن 99 سنه، الوعد الاولاني ده كان في بدايه الخروج، تكوين 12، خروج ابراهيم، احنا بنتكلم عن ابونا ابراهيم. تكوين 17 بعد سنين ظهر الرب لابراهيم قال له هو ذا عهدي معك تكون ابا. بصوا الجمله دي مهمه قوي لان بولس اشتغل عليها كتير في التفسير. يا ابونا ابراهيم هتبقى اب، ما قالش الشعب هنا خلي بالكم، ومش من نسلك، قال له هتبقى اب لجمهور من الامم، عشان دي هتفهمنا احنا تبع ابونا ابراهيم مش هم دلوقتي، هما مش تبعه خالص دلوقتي، احنا اللي تبعه، هنفهمها من كلام المسيح. لا يدعى اسمك ابراهيم بل ابراهيم. ليه ابراهيم بالذات؟ لان الكلمه دي معناها اب امم،
عمرهم ما حبوا كلمة أمم اليهود، عمرهم ما حبوا الكلمة دي لأنها تعني إن في شعوب أخرى تورث بابونا إبراهيم، وهم كل دماغهم الورث الأرضي. إبراهيم كان عاوز السماء، وإحنا أولاد إبراهيم رايحين معاه السماء، ولا لينا دعوة بالأرض، والأرض خربت بسببه. أثمرك كثيرا أجعلك أمما وملوكا، خلي بالكم أمما طبعا مقصود بها كنائس العالم يعني، أقيم عهدي بيني وبينك وعهدا أبديا وهكذا. هنا في هوشع برضه يقول كلمة مهمة أوي، يقول كان في تشبيه رمزي كده، جدا قال له خد واحدة شريرة وهات منها عيال. فهوشع سمع كلام ربنا عشان يدي نبوءة، فجاء واحد من ولاده اسمه إيه؟ لو عمي. كلمة دي بالعبرية معناها لستم شعبي، يبقى ده قرار إلهي. ربنا قال لليهود انتوا مش شعبي، خلي بالكم ده كلام عهد قديم، واستخدمه القديس بطرس للتأكيد في العهد الجديد. بصوا بطرس قالها ازاي، انتم الان، بيكلم مين القديس بطرس؟ بيكلم مسيحيين مؤمنين طبعا. انتم الان جنس مختار، يبقى مش اليهود، يبقى جنس المختار مش اليهود، ده الشعب المسيحي. كهنوت ملوكي، دي الكلمه اللي موجوده في التوراة زمان للشعب، بقت بتاعتنا احنا كهنوت ملوكي. امه مقدسه، دي الكنيسه المقدسه. شعب اقتناء، يعني شعب مقتنى، المسيح اشترانا اقتنانا، فاحنا عشان كده نقول له في الصلاه اقتنينا لك يا الله مخلصنا، لاننا لا نعرف اخر سواك. كي تخبروا بفضائل مين؟ ابن الله الذي دعاكم من الظلمه الى نوره العجيب. الذين قبلا، خد بقى لغه هوشع، لم تكونوا شعبا، احنا كنا شعب الله في العهد القديم، اما الان فانتم شعب الله. يبقى كلمه انتم شعب الله تعود على مين؟ المسيحيين، لان ابن الله اتى وجعل له شعب مقتنى، جنس مختار، اللي هي الكنيسه. يبقى لما حد ينظر لشعب اسرائيل النهارده نظره العهد القديم يبقى بيلخبط، تنسيت الاحداث، دول هم اللي قتلوا المسيح، دول هم اللي موتوا الانبياء قبل كده، دول اعداء للحق، فانت ازاي بتخلط الورق؟ لا، اذا كنت هتتكلم عن شعب يبارك الله يختار الله، ده شعب مؤمنين بابن الله الذي الى خاصته جاء. ها، خاصته لم تقبله، مين خاصته؟ اليهود. خاصته لم تقبله، اما الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اللي هم المسيحيين. كنتم غير مرحومين كأمم، احنا كنا وثنيه زمان، الان انتم مرحومون. اذا نظره العهد الجديد، بصوا ماذا يمثل لنا ابونا ابراهيم دلوقتي؟ هل خلاص مالناش دعوه بيه لانه جد اليهود؟ لا، هو ما كانش فيه يهود وقت ابونا ابراهيم اساسا. ابونا ابراهيم عجب المسيح لانه ايمان، عنده ايمان، امن ابراهيم حسب له برا فصار خليل الله. فابونا ابراهيم بايمانه اصبح اب للمؤمنين. طب هل هم يحسبوا مؤمنين اللي قتلوا المسيح؟ مؤمنين ازاي؟ دول اعداء الايمان، احنا مؤمنين لاننا امنا بالمسيح له المجد، ابن الله بالحقيقه اللي هو مسيا النبوءات كلها. فيقول اقول لكم كثيرين سياتون من المشارق والمغارب، يبقى ده ملوش علاقه باسرائيل خالص، كل الامم، ويتكئون مع ابراهيم واسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات. اما بنو الملكوت، مين بنو الملكوت؟ اليهود. هم كانوا يسموا نفسهم احنا اولاد الملكوت، الملك بتاع داود بتاعنا، ملكوت هي كيندم اللي هي مملكه. فبنوا المملكه اللي حاطين في دماغهم ان المملكه تخصنا والارض تخصنا والدنيا دي بتاعتنا واحنا لازم نمشيها على مزاجنا، يطرحون للظلمه الخارجيه. ده مصيرهم. واضحه؟ يبقى حصل استبدال دقيق في العهد الجديد، ده كلام المسيح له المجد، ان هيجوا من الشرق ومن الغرب، هيدخلوا حضن ابونا ابراهيم. النهارده احنا في الصلاه كل مسيحي مؤمن ايمانه مستقيم، لما بنصلي عليه وقت ما يسافر السماء نقول ايه؟ دخلوا حضن ابراهيم يا رب حسب وعدك، الموضع الذي هرب منه الحزن. نقعد نصلي له عشان حضن ابراهيم، افتح له يا رب حضن ابونا ابراهيم. ليه؟ لان ابراهيم بقى على باب السماء بيقول المؤمنين يدخلوا. طب اليهود رفضوا الايمان، يبقى بره الخط. طب الذين امنوا بالمسيح له المجد، زي ابونا ابراهيم اللي خليل الله، اللي المسيح قال ابوكم ابراهيم راى يومي وفرح، وهم هاجوا عليه وكانوا هيرجموه بسبب الكلمه دي، هم دول اليهود اللي احنا شايفينهم دلوقتي. فبلاش نخلط الامور لانه في ناس متلخبطه في الحته دي. بصوا ربنا يسوع قال مره ايه كمان؟ قال لا تظني اني اشكوكم الى الاب. المسيح تعب مع اليهود جدا، مفيش حد تعبه زي اليهود. قال لهم مش انا اللي هشكيكم على فكره، يوجد الذي يشكوكم، موسى الذي عليه رجاؤكم. يعني موسى في السماء دلوقتي بيقول ايه على اليهود؟ بيشكيهم لربنا. لا لا، مش تبع يا رب اللي بيقابلوه ده، مش تبعنا. لانه موسى بيشتكي منهم زي ما اشتكى في زمان واكلت العجل الذهبي لما قال له يا رب وانا حبلت بيهم وخلفتهم وربنا يعني كان محمله المسؤوليه، بس قال له بص اللي كسروا عهدي مش هيخلصوا يا موسى. فموسى كان عارف نهايته.
لو كنتوا تصدقوا موسى كنتوا تصدقوني. يبقى هم لا صدقوا موسى ولا صدقوا المسيح. طبعا هو كتب عني إن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك، لأن التوراة والأنبياء اتكلموا عن المسيح اللي اليهود قتلوه، اللي اليهود صلبوه، ورافضين المسيحيين ورافضين الإيمان لغاية النهاردة. ربنا يسوع ماذا قال عن الأورشليم اللي تمثل حاجة مهمة لليهود؟ قال دي إيه؟ دي مدينة الملك العظيم. كلكم حافظين الآية، كلام المسيح نفسه عن أورشليم إيه؟ قاتلة الأنبياء، راجمة المرسلين إليه. يبقى احنا عاوزين ناخد عينين المسيح في الموقف، بمعنى مش عاوزين ننسى نفسنا ونغرق في قصص العهد القديم فنتبنى موقف. الحقيقة الإنجيل ما قصدش كده، الإنجيل لما بيعلمنا قصص العهد القديم ناخد الإيمان اللي فيه، ناخد المسيح اللي بيحرك الأحداث، ناخد الغلب والاضطهاد اللي بيشوفوه رجال الله في كل جيل. لكن هل الشعب ده شعب مقبول أمام الله ومختار وله وعد؟ ده كلام يبقى ربنا ظالم طبعا لو مشي في الفكرة دي. كم مرة أردت أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخة تحت جناحها؟ كم مرة؟ دي من زمن أبونا إبراهيم 2000 سنة لغاية المسيح، وهو عاوز يجمع الناس دي يتعدلوا، ما بيتعدلوش. ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. نروح لموقف تاني، أنا بتكلم من كلام رب المجد يسوع نفسه. يأتي عليكم كل دم زكي، افتكروا الآية دي في الأيام دي، ياما دم ناس أبرياء. يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى زمن رب المجد يسوع إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه. يبقى اللي قال قتلوا الأنبياء رجع قال دول من دم هابيل، نفس الروح اللي بيحركهم، روح الشر والقتل والمكر. أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. بصوا بولس فهمها إزاي. طبعا بولس في غلاطية بالذات تحتاجوا تذكروا 6 إصحاحات عشان تفهموا الموقف العهد الجديد من اليهود، لكن أنا بدي ملخص. بولس هو بيتكلم عن اليهود في زمنه، طبعا فيش حد تعب بولس زي اليهود. اليهود هم سبب سجنه وهم سبب موته لغاية الآخر، هم اللي سلموه للرومان، هم اللي طلعوا عليه الفتن والادعاءات وتحاكم كذا مرة بسبب اليهود. فزي ما حصل مع رب المجد يسوع حصل مع بولس. الرومان ما كانش ليهم مشكلة مع بولس على فكرة، بولس كان روماني وما كسرش ولا قانون روماني. ومرة قال كده في محاكمة من المحاكمات، وأنا أثبتوا علي أي غلطة في القانون الروماني، لكن الغلطة كلها كانت منسوبة أن اليهود مطلعين عليه بيعمل فتنة، نفس التهمة اللي جت على المسيح. اعلموا إذن الذين هم من الإيمان هم بنو إبراهيم. يبقى مين ولاد إبراهيم؟ محدش يقول اليهود، دول مش ولاد إبراهيم، أنتوا ولاد إبراهيم. ده تعبير الكتاب العهد الجديد اللي بيقول كده، اللي من الإيمان هم دول ولاد إبراهيم، اللي هيستقبلهم على باب السماء جدهم الكبير صاحب ربنا أبونا إبراهيم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، مش اليهود، بشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. إذن الذين هم من الإيمان يتباركون مع إبراهيم المؤمن. يبقى القصة كلها مرتبطة بالإيمان وبابونا إبراهيم، لكن مش مرتبطة بشعب معين له أغراض سياسية. لو رجعنا للتاريخ أحبائي يمكن نستوعب شوية أمور. مراحل تكوين الشعب اليهودي، إحنا لغاية أبونا يعقوب ما كانش في حاجة اسمها شعب لسه. إبراهيم جاب إسماعيل، وبعدين إسماعيل ابتدى يعمل شعب لوحده، ومش ده اللي كان ربنا قصد بيه البركة. وبعدين إسحاق جاب يعقوب. من يعقوب بعد ما تاب ابتدى ياخد الوعد القديم إنه يتبارك فيه زي الوعد بتاع إبراهيم وإسحاق في نسله. فبقوا الأصباط هم بداية تكوين الشعب اليهودي، كانوا 70 نفر يوم ما نزلوا عند يوسف في مصر. يبقى لغاية كده هو ده الشعب الأولاني، والبركة منسوبة. تاخدوا بالكم بعد يعقوب ما جاتش كلمة بركة، ما بقيناش نقول إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويهوذا، لا هو إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقفلنا. ليه؟ لأن الأصباط 11 منهم مش كويسين، ابتدى الانحراف يبان. حتى يوسف بعديها إفرايم ومنسى اللي طلعوا من يوسف ناس مش بتوع ربنا. فابتدت تبان أن فكرة الشعب مش ماشي على جد إبراهيم وإسحاق ويعقوب خالص، دول خدوا خط الدنيا، دول ناس متعبين. وبعدين نزلوا على في وقت يوسف خرجوا على يد موسى. موسى طبعا رجل الله، ده رجل عظيم جدا. وبعدين موسى خرج الشعب، الشعب خرج وراه لما آمن وحط دم العهد دم الفصح وحضروا المعمودية في البحر شق البحر وداقوا المن اللي نزل من السماء. وبولس بعد كده يقول ايه؟ بأكثرهم لم يصر الله، كل دول هلكوا في البرية. ليه؟ بسبب عدم الإيمان برضو، ما كملوش في الإيمان. المرحلة اللي بعد كده نلاقي عبادة الأوثان ماشية طول الوقت، من أول العجل الذهبي من عند موسى. في زمن القضاء بعد كده نفاجأ أنه يشوع قسم الأرض وهو بيموت قال لهم أنا عارف بعد ما موت هترجعوا للوثنية. يشوع نفسه كان شايف أنتوا شعب خائن، أنتوا مش عاوزين ربنا.
فلغاية زمن يشوع بدأ زمن القضاء رجعوا للوثنية تاني، فابتدى ربنا يقدمهم بالمديانيين وبالكنعانيين وبالفلسطينيين وبالمديانيين كل الناس دي. وبعدين طلبوا ملك أرضي، لما طلبوا ملك أرضي ربنا أعلن لصمويل، لأن صمويل قريب قوي لربنا زي أبونا إبراهيم زي موسى، الناس القريبين دول. قال له يا صمويل هم دلوقتي عملوا إيه؟ رفضوني. خلاص بدل رفضوني العهد اتكسر، إنما هنديهم فرصة لكن هم رفضوني. ليه لما رفضوني؟ إمتى؟ لما طلبوا ملك، قال الرب لصمويل اسمع لصوت الشعب، لا لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا. عشان كده يجي المزمور يقول في يوم الجمعة الكبيرة رفضوني أنا الحبيب. رفضوني دي قبلها بألف سنة وهم شغالين على نفس الموقف، رافضين الحق ورافضين ربنا ورافضين ابن الله بالحقيقة. هوشع يتنبأ ويقول ضمن نبوءاته لما كان إسرائيل غلام حبته، يعني في أول أيامه خالص لما كان مذلول وبيصرخ لربنا ده كان حلو. أول ما تملك وخد الأرض افترى وعبد الأوثان، عشان كده من مصر دعوت ابني، لأنه لما كانوا في مصر رغم الذل اللي كانوا فيه ما كانوش بيعبدوا الأوثان، كانوا بيصرخوا لربنا. وبعت لهم موسى في الآخر، من بعدها لقيناهم يميلوا للشر دايما. كل الأنبياء بقى اللي جم من بعد داود لغاية المسيح، كل الأنبياء المشهورين المذكورين 17 بالكتب بتاعتهم وغيرهم ما لهمش كتب، كل دول كانوا بيقولوا يا ناس ارجعوا لربنا، ربنا رفضكم، مفيش حل غير ترجعوا له وتنتظروا ابنه. كل الأنبياء بيقولوا توبوا ابن الله جاي، المسيح جاي، لا قبلوا توبوا ولا قبلوا ابن الله جاي، فإذا وقع عليهم قرار الإعدام في الآخر. قديس بولس بقى ما أكثر ما تكلم عن موقف المسيحية من اليهود، لأن تاني بقول لكم في ناس مش فاهمة موقفنا، وللأسف في مننا ناس كتيرة مش فاهمة أوي الموقف من اليهود كيهود. بداية أزمة التهود، انتوا عارفين تسمعوا عنها كلكم كخدام، أنه في الجيل الأول بعض اليهود من أصل فريسي حبوا يخلوا المسيحية حتة يهودية بسبب التعصب بتاعهم، فقالوا الختان ضروري للخلاص والناموس بتاع موسى لازم للخلاص. اللي وقف لهم بشدة بولس، ووقفت الكنيسة كلها معاه وحسمت الموقف. كلام ده غلط، وقالت مش مهم الناموس مش مهم الختان، المسيح بتاع الكل والخلاص للعالم بالإيمان والمعمودية والأسرار، يبقى مش لازم الناموس. اتحاربوا حرب الرسل وبولس بسبب دي، من ناس من اليهود اللي دخلوا المسيحية لكن عاوزينها يهودية. يبقى واضح ان اليهود اول من دخل بدع في الكنيسة في القرن الاول. عشان كده في روميا، وروميا دي كانت رسالة ضد التهود، قال لهم ان مسرت قلبي وطلبتي الى الله لاجل اسرائيل هي للخلاص. يعني قال لهم انا مش بكره اسرائيل، ما انا في الاصل اسرائيلي، بس انا بصلي لهم ربنا يهديهم وينور عينيهم عشان يخلصوا. وجي الحتة مهمة بقى وهو بيذكر الشعب اليهودي، قال لهم ايه؟ أقول ألعل إسرائيل لم يعلم؟ تفتكروا الإسرائيل ما كانش فاهم يعني إيه المسيح جاي؟ ويعني إيه المسيح هيبقى للعالم كله؟ وهتبقى الهدف الملكوت السماء ومش الأرضي؟ لا فاهمين بس مش عاوزين. موسى يقول أنا أغيركم بما ليس أمة، يعني إيه؟ هغزكم بناس ما كنتوش بتعتبروهم أمة، كانوش يبصوا لأي حد في الدنيا على أن دول بني أدمين يعني. قال لهم أنا هغيركم أو هغزكم وأجيب ناس ما كانوش عمرهم يعرفوني يبقوا أولادي. بأمة غبية، يقصد الشعوب الوثنية، أغيظكم، يعني هخلي الناس اللي كانوا ما فهموش حاجة دول هم دول ولادي. أشعياء يتجسر ويقول وجدت من الذين لم يطلبونني، ما هو ما كانش من الوثنيين حد يعرف ربنا، صرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب. ماذا يصف أشعياء شعب الله؟ شعب معاند، شعب مقاوم. وكلكم عارفين أشعياء واحد لما قال كلمة جريئة قوي، لما قال إيه؟ الطور بيعرف صاحبه والحمار بيعرف معلف صاحبه، شعبي ما بيفهمش، إسرائيل ما بيعرفش. يعني لو الطور والحمار فهم لمؤاخذة يعني، إذا ده كلام حتى الأنبياء، فما ينفعش الناس تجامل دلوقتي على الحق. يقول ليس جميع الذين هم من إسرائيل هم إسرائيليون، يعني لو هتتكلم عن النص الأصلي بتاع كلمة إسرائيل يعني بتوع ربنا، لا بتوع ربنا، حط العذراء، حط بطرس، حط متى، حط بولس، دول في الأصل يهود، فدول هم الحقيقيين، يعني دول اللي آمنوا بربنا يسوع وبشروا بالخلاص. ده اللي المفروض كان كل اليهود يعملوا، ده المسار الطبيعي لليهودين. ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعا أولاد، لا، بإسحاق يدعى لك نسل، أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله. إذا الآية دي مهم، ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، يعني مش أولاد إبراهيم بالتناسل، هم لغاية دلوقتي يهمهم قوي يثبتوا إن هم تبع الأسباط عشان يبقوا تبع أبونا إبراهيم جسديا. قال على فكرة أولاد الجسد دول ما لهمش علاقة بأولاد ربنا، أولاد الموعد. الموعد هنا مش الموعد بتاعهم خالص، ها، عشان نبقى فاهمين، الموعد هنا يعني ولاد الأبدية، ولاد الرجاء، ولاد الإيمان زي إسحاق يحسبون نسلا. آية دي لو نسيتوا كل اللي أنا قلته ما تنسوهاش بقى.
قديس بولس بيكتب لتسالونيكي، ودي كانت اول رساله، وكانوا بيعذبوهم اليهود، اليهود بيعذبوا المؤمنين الاوائل في تسالونيكي. قال لهم انكم ايها الاخوه صرتم متسمسلين بكنائس الله التي في اليهوديه في المسيح يسوع، لانكم تالمتم انتم ايضا من اهل عشيرتكم تلك الالام عينها كما هم ايضا من اليهود. مين اللي بيعذب المسيحيين؟ اليهود في اورشليم في اليهوديه وفي تسالونيكي. طب مين اليهود في تعريف القديس بولس؟ الذين قتلوا الرب يسوع وقتلوا أنبياءهم واضطهدونا نحن الرسل وهم غير مرضين لله، كلمة قاطعة، وأعداء لجميع الناس. ده تعريف القديس بولس لليهود. يبقى دي الحقيقة اللي لازم الواحد يبقى مستوعبها، لألا إحنا نتأثر بكلام السياسة والميديا. يمنعون حتى أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، لكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. لو استمروا في عدم الإيمان تبقى النهاية وحشة. إذن تعالوا نراجع الحقيقة اللي مش لازم ننساها، هم الذين قتلوا الرب يسوع. وأظنكم فاكرين في زمن قريب حاولوا يأثروا على مسيحيين العالم عشان يطلعوا تبرئة لليهود من دم المسيح. تذكروا موقف كنيستنا أنه رفضوا تماما تبرئة اليهود من دم المسيح. ليه؟ لأنه عكس نص الكتاب، ما ينفعش تبرئة اليهود، لأن الكتاب قال غير كده. قتلوا الرب يسوع، قتلوا الأنبياء وأعداء لجميع الناس. لما لو كنا في أيام أبائنا، بصوا الآية اللي قالها المسيح دي برضو، تقولون، خلي بالكم كلام شيء والعمل شيء، دايما عندهم كده دماغ اليهود كده، يقولوا حاجة ويعملوا حاجة تانية. لو كنا زمان لما شاركناهم في دم الأنبياء. هل ربنا يسوع خد على الكلام وقال اه صح انتوا كويسين، اجدادكم وحشين؟ قال لهم لا، قال لهم انتم تشهدون على انفسكم انكم ابناء قتله الانبياء، اكملتم انتم ايضا مكيال ابائكم. يعني كملوها، انتم ماشيين في نفس السكه، يعني الغرض الارضي ده هو اللي بيحرك، لكن قولت ربنا لا بيحركهمش خالص ربنا، والا كانوا امنوا بربنا الهنا الحقيقي ربنا يسوع. طهدوا الكنيسه والرسل اعداء جميع الناس وادركهم الغضب. قديس يوحنا في نهاية القرن الأول بيقول بقى كلمة برضو مهمة قوي، يقول أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، بيكلم ملاك كنيسة أظن بتاعت سامرنا، مع أنك غني وتجديف القائلين أنهم يهود وليسوا يهودا. يعني كلمة يهود حسب الاسم كلمة حلوة على فكرة، يعني بتوع يهوة، إنما هم لا، ما لهمش دعوة بيهوة خالص، بل هم أقول إيه بقى أكتر من كده. والمسيح له المجد لما قالوا له إحنا أولاد إبراهيم، قال لهم لا 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 لا، أنتم أولاد إبليس وأعمال أبوكم بتعملوها، وذاك كان قتالا منذ البدء. في كلام أوضح من كده قاله المسيح؟ يعني دي طريقته. يبقى واضح أن احنا أحيانا بنخلط المفاهيم ونفهم الأمور صح. طرق الجماعة دول لا تخلو من الخيانة من الكذب، بين قوي من وقت ولاد يعقوب لما باعوا أخوهم وراحوا كذبوا على أبوهم، طرقهم فيها المؤامرات. سفر الأعمال 7 إصحاحات بولس متبهدل من اليهود من إصحاح 21 لغاية ما وصل روما بسبب الجماعة دول. تضحية بالبشر، فاكرين قيافة لما قال مقولة كده في السنهدرين، الأفضل أن يموت إنسان ولا تهلك الأمة كلها، وطبعا كان له غرض يخلص من المسيح، فالبشر دول مش مهم، المهم المصالح. أختم يا أحبائي وأقول هنحتاج في شرح العهد القديم دايما نركز على رجال الله مش على الشعب ذاته، لألا يتغرز في ذهن أولادنا إن دول شعب الله، وده مفهوم غير مسيحي. إحنا بناخد القيم العظيمة اللي كانت في رجال الله اللي كلهم اتعذبوا من الشعب ده بدون استثناء، اترفضوا واتبهدلوا وماتوا. فيبقى لما نقرأ العهد القديم احنا بنقرأ بحثا عن المبادئ اللي علمها لنا المسيح، والتسلسل اللي وصل للمسيح، والخلاص المعلن في المسيح، لكن مش بنقعد نغرق في مواضيع سياسية. تركيز على نظرة العهد الجديد للحروب. المسيح ما جابش سيرة في السياسة خالص في العهد الجديد، ولا قال هتعرفوا البلد دي تقع مع البلد دي. قال كل اللي قاله في العهد الجديد هتسمعوا عن حروب وأخبار حروب، لا ترتاعوا وانظروا إلى أنفسكم وركزوا في خلاصكم واستعدوا، لكن هتدور مين السبب ومين هيحصل إيه وأنهي بلد اللي هتقع الأول، ما لكوش دعوة بالكلام ده. إذن أي حد بيحاول يطلع تحليلات سياسية من الكتاب المقدس النهاردة مش ماشي على المنهج الروحي الأرثوذكسي. أرجوكم احنا كل اللي نعرفه في العهد الجديد خلينا نستعد للسبب، نصلي للناس، قلبنا وجعنا على الناس، نتمنى هم وغيرهم يعرفوا المسيح وينور عينيهم. لكن احنا مش هنقعد نطلع اخبار حروب وحاجات من الكتاب، ملناش دعوه بالسكه دي. دايما نربط العهد القديم بالمسيح. كل عظات القديسين الكبار يشوفوا كل الاحداث مرتبطه بالمسيح. شفتوا احنا بنفسر المزامير تلاقوا كلهم بيبصوا ان المزمور ده راكب على المسيح ازاي،
داود اللي بيبكي على أبشالوم زي المسيح اللي بيبكي على البشرية. دايما المسيح شغلهم. إذا الموضوع ما يخص الشعب، لا، الكتاب المقدس ده بتاع ربنا يسوع من الأول للآخر، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. يبقى نربط دايما العهد القديم بالمسيح، له كل مجد وكرامة.